للأمانة أروع من الفول المدمس. نجيب 2 لتر ماء، نوضع 2 كوب من العدس البني، 6 سنان ثوم، ملعقة صغيرة كمون، وقليل من زيت الزيتون. نحرك المكونات عند الغليان، ننتظر 20 دقيقة. وهيك بعد 20 دقيقة أصبحت ناضجة. نوضع 2 مكعب ماجي أو ملح، نوضع شطة حسب الرغبة، ننتظر دقيقة واحدة، وبنرفع قليل من الحبوب جانبا وبنطحن باقي الكمية. الموضوع كتير سهل وبسيط، نوضع عصير ليمونتين وثلاث معالق كبيرة طحينة. عندي أكثر من 500 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي اشترك حتى يوصلكم كل جديد. وضعت الحبوب العدس اللي رفعناهم جانبا، قليل من زيت الزيتون، وهيك بنسكب أكثر من رائعة مع الخبز الغزاوي، أكل غزاوية 100% مع الفلفل الأحمر. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.